قتيلا حتى الآن في مختلف أنحاء سوريا، أكثر من نصفهم في إدلب. لو تحدثنا على آخر التطورات الميدانية هناك. أستاذ إيمان، لقد بات واضحا أن هذا النظام يحاول قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، ولقد تعرضت مدينة سلقين الكائنة على الحدود التركية منذ صباح اليوم إلى هجمة شرسة من ميليشيات الأسد شنتها بالمدرعات والطائرات المروحية والطائرات النفاثة. فقد قامت الطائرات بإلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين، وقامت كذلك الدبابات بالقصف، مما أدى إلى ارتكاب مجازر داخل مدينة سلمين راح ضحيتها أكثر من 30 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال، وأحد عشر جثة من هذه الجثث متفحمة بالكامل محروقة حرقا تاما، وقد أدى ذلك إلى جرح أكثر من 50 شخصا وتهدم عدة منازل. هذه المدينة التي لجأ إليها السوريون من القتل، من التفجير، من براميل التي ان تي، الآن بشار الأسد وزمرته يعاقبونهم على هروبهم وعلى مطالبتهم بالحرية. هذه الجثث المتفحمة من جراء حرقهم أم من جراء القصف بالطائرات المروحية والقنابل المتفجرة؟ أستاذة إيمان، لقد قامت منذ الصباح الطائرات بإلقاء أكثر من 10 براميل تي إن تي على مدينة سلقين، مما أدى إلى تهدم المنازل على رؤوس ساكنيها. الآن جثث متفحمة تحت الأنقاض ولا يستطيع أحد إخراجها. أكثر الجثث من الأطفال والنساء، أكثر من 7 أطفال وما يقارب 10 نساء، هؤلاء هم الضحايا، وأحد عشر جثة متفحمة لا يرى من معالمها شيء. والآن تدور معارك حول مدينة سلقين، يحاول الجيش الحر الدفاع عن المدنيين العزل الذين يقوم بشار الأسد وزمرته بقتلهم، وكذلك الآن يتم قصف بلدة كفرت خاريم المجاورة لمدينة سلقين، والآن كذلك يقوم حاجز الظهر بالقصف على قرية نبهان، مما أدى إلى تهدم عدة منازل، وقد طال القصف قرية مريمين، ولم يتوقف القصف مساء البارحة على جبل الزاوية وقرى حاس وكفرنبل وكفرومة، مما أدى إلى جرح العشرات وتهدم عدة منازل، وكذلك مطار أبو الظهور، فقد أمطر مدينة أبو الظهور والقرى المجاورة لها بعشرات قذائف الصاروخية، مما أدى إلى حالة ذعر شديدة بين الأهالي، ويعاني اللاجئون حالة مأساوية شديدة بسبب نقص الأغذية والأدوية. شكرا جزيلا لك أبو عبد الرحمن الخضر من إدلب، المتحدث باسم شبكة شام.